لا شوف التصريحات نتاع خلدون هذه يظل لي هو ما عرفش يعبر عليها، باسكو هو يقول بارابور للمسيرات بارابور الاقتراحات نتاع وسمو نتاع الحزب كذا نتاع كذا، ما جاي يقول باش ما يشوفوش لازم الندوه، قال احنا ما نشوفوش لازم احنا كافلا رانا ملتزمين بالخطه اللي رسمها رئيس الجمهوريه متعلق بخارج الطريق والقرارات اللي تاخذها ندوه وطنيه اصلاحات سياسيه اقتصاديه اجتماعيه، الذهاب الى تعديل جذري ولا تعديل عميق للدستور دون المساس للمبادئ والقيم والثوابت. ونمشيو باش نديروا لجنه مستقله لمراقبه الانتخابات وتحديد موعد الانتخابات، هذا هو الطرح نتاع الجمهور. طبعا الندوه هي الاساس، الندوه ما تقدرش تحل هذه المشكله ابدا، كيفاش نديروا هكذا؟ احنا الافلا ملتزمه بما ورد في قرارات رئيس الجمهوريه في الرساله نتاعو من الندوه الوطنيه حتى لاجراء الانتخابات الرئاسيه. هذا هو الموقف نتاع حزب التحرير الوطني. باقي التصريحات هذه الساعه واحد يصبح واحد لا تلزموا الا اصحابها، ولكن الافلا راني نتكلم معك انا شخصيا، الافلا ملتزم بخارطه الطريق التي وجدت في رساله رئيس الجمهوريه، ندوه وطنيه اصلاحات لا ريفورم تاع لي ريفورم اللي تكلم عليهم اونسويت لا ريفيزيون لا كونستيتيسيون نمشيو لي زيليكسيون بريزيدونسيال دي وطنيه مستقله لمرتبطه.